عليه الصحافة الأستاذ الحاج بريق في كتابه الأسلوب الصحفي، قال لا شك أن هناك أخطاء شائعة في سيارة الأخبار في الصحافة العربية وسلبيات تلد السياقات واحتلال أبناء عالي الصحافة أو الذين يشتغلون فيها. لا بد أن أقول إن المحرر في صحيفة عربية يضطر أحيانا للإخلال لقواعد الصياغة السليمة للقرار بسبب انعدام حرية كافية للتعبير. ومن سلبيات الصحافة العربية وتشكيلتها مسألة الحشو الذي يعتبر إزعاج للغاية. مثلا وكان تقرأ الجرائد في المبادرات المحادثة الثنائية بين البلدين، لكن الثنائية مثل المجرات المحادثة بين بلدين، راه الثنائية هي جاية إعلان البلدين، أشعر الثنائية ثم الأسماء ديال هاد البلدين غادي تكون مقدمة شرفة، ثم سجلت على الرقم القياسي الجديد، يعني لا سجل رقم قياسي، الرقم القياسي كيتصل دائما بأنه يكون جديد. علاش هاد الانتصارات فتح الرباط على الميدان المحدثة مفاجأة غير متوقعة؟ إذا كانت مفاجأة راه مفاجأة غير متوقعة، غير متوقعة عيش بضعية أي منها. كنشوفوا أحيانا بعض المناظر الإعلامية كما كان معلوم، هذا عاوز من الأخطاء الشائعة اللي كاينة. إذا كان معلوم علاش تعاودوا لي أنا؟ ترى معلوم كاين هذا الشيء ديال الخبر. يمين المحرر يصاغ سياغات جامدة، قال كان استقرار جامد، هذه كلها سياغات جامدة. ابتلت الصحافة المغربية بأمر تعديل وتقييم أشياء، كان هنا بالأمس أعظم أداء، ولكن أعظم أداء. الخط بين العاصفة والإعصار، لأن هنا عاود كذلك كاين شوية ديال الخط، لأن العاصفة دائما ما بين 8 جمهورية، العاصفة العنيفة ديال 120 وفوق 121 كيلومتر عاد كتصح الإعصار. الضريع لا يعود إلا على ما بعد وصوله إلى لندن وصحبه من الوفاة، هذا خطأ.